شيء بحافظ بروح المسجد. كان يقبل قلب سليم سليم لبس لبس. على هامش الدورة الأولى لتنظيم صالون السياحة الصحية بمدينة وهران أيام من 26 إلى 28 ماي 2022، شارك الديوان الوطني التونسي للسياحة بجناح في هذا المعرض. وعلى هامش هذا المعرض الحقيقة تم تنظيم ورشة عمل بين المساحات الصحية العلاجية الخاصة بتونس و50 وكالة أسفار متواجدة بالغرب الجزائري. واليوم إلى حد هذه الساعة أتممنا الحصة الأولى من ورشة العمل هذه بين وكالة الأسفار المتواجدة بالغرب الجزائري وبعض المساحات الخاصة بتونس، وكان الحوار ثري جدا بين الطرفين. ونرغب ونهدف من خلال تنظيم هذه الورشة إلى مزيد دعم أواصر التعاون والتكامل بين الشقيقين، بين الأشقاء في القطاعين. والحقيقة أن مشاركتنا في هذه التظاهرة تندرج في إطار مزيد التعريف بالمنتوج السياحة العلاجية بتونس.